السلام عليكم، نتمنى كان تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة راقية للتحلية. هذه الوصفة فيها جنواز مكزح. هنا عندي انجنواز سقيتها مع البنان من فوق، طبقة ثالثة لاموس او شوكولا، والجوانب تاع الجنواز حطيتهم من فوق، فتتهم وحطيتهم من فوق، وهنا خليتهم سام، عملت لابوش هادو وخليت لاموس هاي سام. هاد التحلية تجيب سهرات رمضان ان شاء الله. للضيوف ليكم تبعوا معايا الوصفة. لهاد الوصفة نحتاج 150 غرام سكر، 150 غرام فرينة، نحيت منها ملعقة كبيرة وعوضتها ملعقة تاع كاكاو اللي يحب الذوق تاع كاكاو، ربع بيض، قبصة تاع الملح. ضرب هاد البيض والسكر حتى يتضاعف الحجم تاعهم، يولي 3 مرات لمدة 4 ساعة حتى 20 دقيقة إذا كان الباتر ماشي قوي بزاف، بأقصى سرعة. شوفوا المزيج كيش يولي، يولي عاقد. الان نزيد الفرينه تدريجيا مع الكاكاو، نغربل كل شيء باش الهواء يدخل ولا جينواز تجينا مهويه. هيدا خاص يولي الخليط تاعنا. دائما نوصيكم الخليط تاع الجينواز كي تجيو تدخلوا الفرينه دخلوها غير تدريجيا وتخلطوا غير هيدا بشويه من تحت وتطلعوا الفوق، من تحت وتطلعوا الفوق. صايم بعد ما دخلت الفرينه نحبسه. فرشت بابيي كويسون في الصينيه، من الافضل يكون عندكم بابيي كويسون، واذا ما كانش عندكم دهنوها مليح بالزبده ورشوها بالفرينه. نهبط هيدا العجين، انا عملت الفرن يسخن على 180 درجة حوالي هادي 10 دقائق من اللي كديتو. ندخل الجنواز للفرن. بالنسبة للمكونات تاع الطبقة الثانية، عندي كاس تاع الشانتيي مع كاس حليب، بزوج يكونوا باردين، وعندي 100 غرام شوكولا، واحد ياغورت شوكولا كريم ديسير، وربع كاس تاع حليب. الاول نخلط هذا الربع كاس تاع الحليب مع الكريم ديسير، نخلطهم مليح مع الشوكولا باش تبرد لنا شويه. هاد الشوكولا حتى يضربها شويه باش المكونات يزيدو يمتزجو مليح وتولي خفيفه. ونفرخها على لاشونتيي، ندخلها بشويه هيدا. بلا ما نهبطو الشونتيي، شوفوا المكونات كي تخلطوا مع الشوكولا. اللي يحب يزيد قهوة سريعة الذوبان يزيد. ناخد المقياس بهذا الكؤوس ونقطع هيدا. بعد ما قطعتها نجيب هكذا الدائرة ونحطها في وسط هذا الكؤوس. نزيد نكمل هكذا ونعاود نولي لكم. عندي قليل من الحليب، نسقي به هكذا الكاطو بلا ما نوسخ الكيسان،
بلا ما نوسخ الجوانب تاع الكيسان، نسقيها يدايه بشويه. زدت زينتهم بالبنان، نعمل كريمه في لابوشادوي ونبدا نعمر في الكيسان. هي التحلية بعد ما كملتها